وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، أكد أن الجامعة قدمت بيئة تعليمية متميزة للجميع، كما أن الحصول على هذه الجائزة للمرة الثانية يثبت سير خطط تطوير التعليم الإلكتروني في الجامعة بالشكل الصحيح. الجائزة اللي حطت عليها جامعة البحرين هي في فئة التنوع والمساواة والشمولية والانتماء، وذلك لتقديم الجامعة بيئة تعليمية مميزة مبنية على الإبداع والتميز للتعليم في الجميع للجميع. الجائزة تمثل طبعا لنا الكثير في جامعة البحرين، هي تيجي تتويج لمجهودات الجامعة في تطوير الخدمات اللي تقدمها لطلابها. حصول الجامعة على الجائزة للمرة الثانية طبعا له مذاق رائع، لأن هو مؤشر على التطور المستمر للجامعة خصوصا في التعليم الإلكتروني، وبعد يدل على أن الجامعة وخططها في تطوير التعليم الإلكتروني يعني ماشي في الطريق الصحيح. وكذلك أن النظم اللي موجودة داخل جامعة، سواء كانت نظم الجودة والمراجعة والحاكمة الداخلية، هي الضامن الحقيقي للاستمرار في تقديم الخدمات المتميزة لطلابنا.